معكم المجيد تومرت، رئيس الكتابة الدائمة لمؤسسة المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخوريبكا، والكاتب العام لجمعية نادي السينما بخوريبكا، وعن أستاذ متقاعد شاعر زجال قاص وناقد سينما أيضا. نعيش في هذه الفترة فعاليات الدورة 22 لمهرجان السينما الإفريقية بخوريبكا بعد توقفه لمدة 3 سنوات بسبب جائحة كورونا. الدور الذي أقوم به خلال مرحلة انعقاد المهرجان هو الإشراف على الندوات الأساسية، الندوة الرئيسية التي نفتتح بها فعاليات المهرجان بعد حفل افتتاح في اليوم السابق، وباقي الندوات المتعلقة بمناقشة الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية، وكذلك ندوة السجن التي انعقدت هذا اليوم. طبعا تعرفون بأن هذه الدورة نعيش فيها نحن منعطفا جديدا بعد تغيير هيكلة المؤسسة بعد وفاة الراحل نور الدين السايل الذي كان رئيسنا السابق، وكان لابد أن نسجل انطلاقة جديدة تعبر عن الاستمرار وكذلك عن نوع من التجديد كما لاحظتم على مستوى البرمجة، إذ أضيفت إلى جانب الجائزة الرسمية وباقي الفقرات التقليدية التي إلى جانب عرض الأفلام المسابقة المشاركة في المسابقة الرسمية الأفلام الروائية، وكذلك الورشات، ورشات في تتعلق بتكوين في مجال المهن السينمائية. هناك المستجد بالنسبة لهذه الدورة وهو إضافة مسابقة أخرى تتعلق بالفيلم الوثائقي التي كانت حلما سابقا حاولنا أن نحققه في هذه الدورة، وأضفنا جائزة أخرى، جائزة النقد بعد انفتاحنا مرة أخرى على جمعية النقاد وكذلك النقاد الأفارقة، بالإضافة إلى الجائزة التي سبق أن أسسناها كجامعة وطنية بحكم أنني أيضا كنت كاتبا عاما سابقا للجامعة الوطنية السينمائية، جائزة دونكي شوت. ثم عدنا أيضا إلى فقرة كنا قد حذفناها في دورات سابقة تتعلق بإصدارات، بتوقيع إصدارات تتعلق بالسينما والنقد السينمائي عموما، وقد تمت هذه العملية ضمن ما نسميه نحن بأنشطة منتصف الليل، وهي إحدى الفقرات التي تميز مهرجان السينما الإفريقي عن باقي المهرجانات المعروفة، بحيث أننا نقوم بأنشطة تكون غالبا مفاجئة للضيوف ولمتتبعي المهرجان، تكون بالليل ابتداء من 12 ليلا وقد تستغرق إلى 3 صباحا. إذن هذه بصفة عامة أهم فقرات هذا المهرجان، وقد سجلنا حضورا مميزا سواء على مستوى متابعة الأفلام وكذلك على مستوى مناقشتها التي كانت مناقشة عميقة جدا بحضور مجموعة من النقاد وبحضور مخرجيها، ومن خلال كذلك اختيار الجيد لمسير هذه المناقشة. إذا أعتقد أننا نجحنا إلى حد كبير، في انتظار أن يكون الاختتام غدا في إعادة هذا المهرجان إلى سكته بعد التوقف، وأيضا إعطائه زخما ورؤية جديدة. نتمنى أن تستمر وأن تجد الدعم، وهذه هي المعضلة التي يعاني منها المهرجان، أن يجد الدعم القوي، خاصة أن المهرجان يرتبط بقضية أساسية، قضية الوطنية وانفتاح على إفريقيا، وكنا دائما نعتبر دائما أن المغرب هو امتداد، وأنه يلعب دورا، هذا المهرجان بالخصوص يلعب دورا أساسيا في تنمية السينما الإفريقية التي أنتم تعرفون بأنها
تعاني من كثير من المعضلات والمشكلات، خاصة مشكلة الإنتاج، الإنتاج المشترك، مشكلة التوزيع بالخصوص، بحيث أن المهرجان يظل دائما هو الفرصة الأساسية التي تروج فيها كثير من الأفلام السينمائية الأفريقية على قلتها، لأن هناك دول لا تنتج وقد تنتج لك فيلما واحدا، فنضطر نحن إذا توفرت في بعض المقاييس الفنية والجمالية أن نقدمه ضمن باقة الأفلام التي تعرض في المسابقة عموما. وكما لاحظتوا أن المهرجان واكبته مجموعة من الأنشطة الموازية تكلفت بها السلطات المحلية والجماعة، جماعة خريبكان مجلس البلدي وبعض الجمعيات من خلال بعض المعارض التي تقام بجنبات المركب الثقافي. هناك بعض صعوبات كما كنا دائما نعاني منها، ضعف البنية التحتية، ولكن مع ذلك نجد لها حلولا بتضافر الجهود، مع وجود بنيات تساهم في بنيات جديدة مثل الخزانة الوسائطية المكتب الشريف فوسفات التي تقام فيها الندوة الرئيسية، وهي خزانة مهيئة بشكل جيد، بالإضافة إلى القاعة القديمة التي تجددت وأصبحت لها جمالية خاصة، قاعة الأفراح التابعة للمكتب الشريف فوسفات. إذن هذه بصفة عامة الأجواء العامة التي عشناها ولازلنا نعيش عدها التنازلي في هذه الدورة التي كما قلت نعتبرها إعادة تأسيس أو إعادة وتجديد وتطوير في انتظار القادم إن شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.